سابقا مجلس محافظة كان يودينا المحافظ، سابقا نديش المحافظة انه بينقلنا وين؟ للتربية، وهذا التلاعب طول سنتين، وعندنا اوامر دارية وعندنا مباشرة. زين شلون باي دولة باي زمان انسان يداوم لمدة سنتين يصدر الامر اداري وماكو تخصيص مالي؟ اجت ال30 الف لا عنده امر اداري ولا نداوم يعيني، وانا صار لي سنتين وعندي امر اداري ويهمشني. زين هاي مالي يا عداله اجتماعيه الماليه دس كتاب المحافظ البصره والمجلس محافظ البصره قال لهم ماكو فقره بالدستور تشغل لك انسان لمده سنتين وعنده امر اداري بالمجان. زين ما ندري حقوق الانسان خالفوها، الدستور خالفه. زين هاي دولة دستورية؟ انت ما ادري، ما ادري شو تشوفون. هاي دولة ما ادري، دولة مافيات، دولة عصابات، ما ادري. زين